ده الدوري المصري وده ملخص الجولة الرابعة. كل شيء انكشف المباح، مفاجآت في نتائج الماتشات الأسبوع ده، وابتدينا نشوف صراع الصدارة والهروب من الهبوط. ونبدا الملخص بمباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت. وبسم الله الرحمن الرحيم، والاستفتاحه الحلوه سرومن قندوس الزلاكة اللي بيكمل ويشوت ويسجل هدف الاول. الله ينور يا استاذ. بيرد مودرن بهجمه منظمه وعرضيه من اجاسا لاحمد عاطف اللي بيسجل هدف الاول، ولكن الفار بيتدخل ويلغي الهدف بتاع التسلل. طب ايه يا مودرن، مش هتشد حيلك كده وتعمل مستقبل مشرق؟ لا. الشوط الثاني بيبدا بضغط قوي سيراميكا، وبينجحوا في خطف الكوره وتوصل لمروان اللي بيباصي الكوره لزلاكة ويلعب عرضيه لاسلام عيسى اللي بيسجل الهدف الثاني. انا حاسس ان لسه بدري يا معلم. نفس الكلام برضو بعدها على طول، ضغط عالي وقطع للكوره توصل لاسلام عيسى المره دي اللي قال لك رد الجميل بقى وباص الكوره لزلاكة اللي بيعمل شباه من فوق جنش ويسجل الهدف الثالث لسيراميكا. بيجي كورنر لمودرن جوناثان بيلعب الكوره وبيلفها ار2 ولا احلى، وبيسجل الهدف الاول اللي ممكن ينافس على افضل هدف في الموسم. كوندوسي قال لك لازم اروق كده على اخويا زلاكة، وقام لعب عرضيه توصل لزلاكة اللي بيكمل ويسجل الهدف الرابع والهاتريك ليه. يا تلحقونا يا ما تلحقوناش. وطبعا زي ما احنا عارفين ان اللي بيسجل هاتريك بياخد الكوره بتاعت الهاتريك بعد الماتش. زلاكة قال لك لا، انا هاخد حقي ناشف من دلوقتي. وبعد ما سجل الجون على طول قام بعت الكوره لزميله وقال له شيل الكوره دي معاك. اصعدي الى فوق. سيراميكا كليوباترا قدم مباراة عمولة وخد الماتش من المحارة للسوبر لوكس. سلمني نضيف اسلمك نضيف. وبتنتهي المباراة بفوز سيراميكا على مودرن 4-1، وبيفوز زلاكة لاعب سيراميكا بجائزة رجل المباراة. ونروح لمباراة انبي والاسماعيلي. استحواذ لانبي طول الشوط الاول مع تراجع كبير للاسماعيلي، واستمر برضو الحال زي ما هو في الشوط الثاني، ولكن الاسماعيلي بيفوق. وفي الدقيقة 57 هجمة لنادر فرج اللي بيعمل عرضية لإلكتراوي، بيحصل مع احتكاك الحكم بيصفر ويحسب ضرب الجزاء. يدخل عماد حمدي يشوت، ولكن رضا السيد بيتألق ويطلع الكورة. انبي بيرد على طول بهجمه وشوطه صاروخ ار2 من مصطفى شكشك تعدي زي الابره من تحت ايد احمد عادل عبد المنعم ما يحسش بيها، وتدخل الكوره جوه الجول. في الدقيقة 70 بيجي فاول الاسماعيلي يتلعب ورأسية من عبد الكريم مصطفى تيجي في ايد مصطفى شكشك. الحكم بيصفر ويحسب ضرب الجزاء للاسماعيلي، والفرصة بتيجي للاسماعيلي لتاني مرة علشان يرجع في الماتش. بيدخل خالد النبريسي يشوط، ولكن رضا السيد بيتألق لتاني مرة ويطلع الكورة. الكورة بتعاند للاسماعيلي لدرجة ان المشجعين مش مصدقين اللي بيحصل. الحقونا. وبتنتهي المباراة بفوز انبي على الاسماعيلي 1-0، وبيفوز رضا السيد حارس انبي بجائزة رجل المباراة. ونروح لمباراة الاتحاد السكن داري وطلائع الجيش. بدايه المباراه هاديه، ولكن رتم الهجمات ابتدى يعلى من الفرقتين، وواحده واحده ابتدينا نشوف هجمات خطيره. فضلنا كده لاخر المباراه، عرضيه من احمد متعب تترد الكره لرجب عمران اللي بيحضر ويرزع واحده في الجون تقطع الشبكه ويسجل الهدف الاول لطلائع الجيش. الحقونا الحقونا. وبتنتهي المباراه بفوز طلائع الجيش على الاتحاد السكندري 1-0، وبيفوز عماد فتحي لاعب طلائع الجيش بجائزه رجل المباراه. ونروح لمباراه المصري وبيراميدز. بدايه المباراه قويه جدا، الفرقتين هجمه هنا وهجمه هنا، والفرقتين بيعملوا فرص قريبه. في الشوط الثاني بيراميدز هو اللي بقى اخطر وفرص كتير عمال يضيعها لحد ما المصري غفل الكل. هجمه في الدقيقه 55 عرضيه من محمد مخلوف وراسيه من الشامي اللي بينجح انه يسجل الهدف الاول للمصري. الله عليك يا سيدي المصري البورسعيدي. بعدها بقى حصل استحواذ كبير قوي واكتساح هجوم البيراميدز، وده طبعا علشان يعوض، ولكن للاسف ما بيحصلش اي جديد وبتفضل النتيجه زي ما هي. وبالفوز ده بينفرد المصري بصدارة جدول الدوري. وبتنتهي المباراه بفوز المصري على بيراميدز 1-0، وبيفوز محمد الشامي لاعب المصري بجائزه رجل المباراه. ونروح لمباراه البنك الاهلي والاهلي. بدايه المباراه على عكس المتوقع تماما، هجوم قوي للبنك الاهلي. لعيبه الاهلي كانوا تايهين لدرجه انهم بيشوطوا الكره في وش بعض. احنا بنروح في داهيه على فكره، لدرجه ان كان في كره عاليه ياو النور بياخد الكره من قدام كوكا وبيعدي منه وبيروح انفراد تام بالجون، ولكن بيطلع الكره بره. بتيجي بقى هجمه البرس تاو اللي بيعدي حلو قوي من سعيده وخلاص كله تمام. تاو بيتزحلق ويقع ويقوم، وفجاه كده بالليل بيعمل حركه جديده. انا كنت بحط التاتش بتاعي تقريبا، لسه جاب دراع بلاي ستيشن جديد وبيجرب مهاره. تاتش ايه ونيله ايه هتشلني. في الدقيقه 74 بيجي كورنر الاهلي يلعبه رضا سليم، الكره بتيجي في ايد رامي ربيعه وتروح لاحمد ربيع اللي بيمشي بالكره ويطلعها، ولكن تخبط وتروح لرضا
غسلين تاني. اللي بيعمل عرضية ورأسية من رامي ربيعة اللي بيسجل الهدف الاول. رامي بعد الجون رايح وبيحتفل. رامي بلاش احتفال النوم. رامي اعمل اي احتفال تاني، اي احتفال غير النوم. ابوس ايدك بلاش دي. ولكن رامي بيروح وبيعمل الاحتفال وبينام تالت معلش. ولكن بنلاقي الفار بيستدعى الحكم عشان يراجع الكوره. الحكم بيروح ويراجع الكوره ويرجع يلغي الهدف بسبب لمسه ايد رامي ربيعه. رامي اصحى رامي، الجون اتلغى. يا رامي اصحى فوق يا حبيبي، هاتين قوم اتشطف وسلم على الحاج. في اخر الماتش بتيجي عرضيه من قفشه الكهرباء اللي كان لوحده تماما، ولكن كهرباء بيسيب الجون كله ويشوطها في الحارس. ما بيحصلش اي جديد بعد كده، وبتنتهي المباراه بالتعادل السلبي 0-0، وبيفوز مصطفى شوبير حارس الاهلي بجائزه رجل المباراه. ونختم الملخص بمباراه غزل المحله والزمالك. لسه بنقول يا هادي في الماتش بيحصل تدخل من يحيى زكريا وايشو. الفار بيستدعى الحكم اللي بيروح ويشوف ويرجع يطرد يحيى زكريا. ده احنا لسه بنسمي. وكان الماتش هيبدا المحله 10 لعيبه والزمالك 11. ده احنا حتى ما ابتديناش. طبعا بعدها الزمالك فضل مسيطر وبيهاجم، وفي الدقيقه 18 باص من فتوح لعبد الله السعيد اللي بيلعب سرو مع علامه الناصر ماهر اللي بيكمل ويفنش الكوره ولا احلى تشبايه من فوق الحارس وبيسجل الهدف الاول للزمالك. انت لسه شفت حاجه؟ بعدها على طول عرضيه من عمر جابر ورأسيه كرباج من ناصر منسل تاني مره بيسجل الهدف التاني للزمالك. انا هبصدك اخر المباراه. في الدقيقه 70 بيحصل احتكاك بين عموري وعمر فرج، الحكم بيصفر ويحسب ضربه جزاء. بيدخل زوزو شوت وبيسجل الهدف التالت. الزمالك ما بيهداش وما بيستناش، وبعدها بيجي كورنر يتلعب وعرضيه من زيزو ورأسيه من حسام عبد المجيد اللي بيسجل الهدف الرابع للزمالك. وبتنتهي المباراه بفوز الزمالك على غزل المحله 4-0، وبيفوز عبد الله السعيد لاعب الزمالك بجائزه رجل المباراه. ودي كانت بعض اللقطات اللي حصلت الاسبوع ده. اشوفكم على خير في الجوله الجايه، وصف النية قبل ما تقطع فيا. كان معكم باسل كامل. السلام عليكم.